هاي يا عبد الله، ليت سلام. الواد زي ما تكون الارض اتشقت وبلعته. بس انت عارف اختفاء الولد هو اللي مأكد ان عمل كده. بلا استنى يا عبد الله، وهدى وهدى عشان لازم نفكر بالعقل. انا مش ههد غير لما اعكش الواد ده ويقول لي على اللي حصل بالظبط. يا رب يا رب، ده احنا خلابه يا رب. طب وبعدين يا عبد الله، الناس اللي انت متهم معاك بعد بكره عشان ياخدوا فلوسه، هتعمل معاهم ايه يا ابن خالتي؟ مش عارف يا سكريت، تسدد في وشي. والناس دي لو جه الميعاد وما خدتش فلوسها، انا فضحت هتبقى بجلالي. يبقى ما فيش قدامك يا ابن خالتي خير انك تبيع البيت لعساه. واللي هتسكن يا عبد الله وخالتي واولادها هيشرطوا. حتى انت يا سكريت عايزنا بيع بيت ابويا. هو ده الحل الوحيد يا عبد الله. واحمد ربنا، احمد ربنا ان انت عيلتك حاجه تبيعها وتسيبت منها اللي عليك. خد امك واختك يا فادي وخش جوه. كده ارتحت، عملت اللي عليا وخرجتك من ازمتك. ربنا يديك على قد نيتك يا معلم ويكفيك شر المستخبي. استاذن انا بقى. طريق السلام. سامحني يا رب غصب عني، بدل ما ازود لك البيت اللي انت شقيت وتغربت عشان تبنه لنا وتسترنا فيه، اهو بعته بالرخيص. بس اعمل ايه؟ الظروف اقوى مني، الناس مبقاش في قلبها رحمه، وليه القرش في الزمن ده بيستموت عليه؟ سامحني يابا، كان نفسي أصون الأمانة وأبقى قدها. أعمل إيه بس؟ سامحني يابا، سامحني يابا. خد يا ابني امسك يا عبد الله، دول تمن الغواش بتوعي، خدهم حطهم على تمن الموتوسيكل والبيت وادي للناس حقوقها. بنبيع دهبك ياما، وكمان دول مش هيكفوا ياما. ارتاحي. خد دول يا عبد الله. ايه الفلوس دي؟ دول قرشين كنت محوشاهم على تمن الشبكه اللي كانت عندي. خلاص ياما، كلكم بعتوا دهبكم؟ يا عبد الله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت فداك ذهب الدنيا وفلوسها كلها يا اخويا. حط دول على دول وان شاء الله هيكفي ويفيد يا اخويا. يفيد؟ احنا هنبقى على فدك كريم. يا ابني ما تقولش كده، ادي ربنا يفرجها. والله العظيم ما عارف اود وش منك فين يا عبد الله. يا ريتني كان حلتها، كنت بعتها واديتها تماني. انا عايزه اعرف، هو احنا هنروح فين لما نسيب البيت هنا؟ أرض الله واسعة يا بنتي. يعني هنروح فين ياما؟ هننام في الخالة؟ هننزل مصر. أنا كلمت أبو عمارة ابن عمتي، هو مجهز لي مكان نتلم فيه. ننزل مصر يا عبد الله ونسيب أبو النمروز؟ ده أنت وراك كملاح. طب نروح أنا وأنت نظبط لهم الدنيا ونرجع نجيبهم معانا. هنسيبهم لبين هنا يا أخوي. ما أنت عارف إن إحنا مقطعين من شجر. ما كانش لينا غير أمك الله يرحمها وأنت اللي باقي من ريحتها. وعلى الأقل مصر واسعة. مش هنلاقي في ناس وحشة ولا بصلنا في لقمة عيشنا. أنا كرهت البلد دي خلاص، كرهتها. خلاص يا عبطال، أنا هنزل معاك وركلي على رجلوكو. هي المشرحة ناقصة صوت الآيس كريمة. الله يسامحك يا ناتي. الله يسامحك يا بنت خالتي. وأنا اللي غرضي أكون معاكو وأشوف طلباتكو وأساعدكو. لكن خلاص، أنا هفضل هنا في أبو النمرس. أعيش لوحدي وأموت لوحدي يا خالتي. ابني ما تقولش كده، ربنا يبارك في عمرك.
هنا يالا؟ هنا يا عبد الله. انا سالم منين؟ متاكد يالا؟ يا عبد الله انا شفته بقول لك. هو انا سالم منين؟ فين؟ هنا انا سالم منين؟ ماشي اكيد. ماشي منين؟ ماشي كده يا عبد الله. ما تمشي يالا، ما تمشي. ماشي كده. من هنا يا عبد الله، نط من هنا. استنى، طب اعمل لي كتف، اعمل لي كتف. هات اهي. عبد الله قاعد بتشوي دوره يا ابن الكئيب. ايه يا عبد الله؟ والله ما عملت حاجه. عبد الله في جدتك. عبد الله ما عملتش حاجه. عبد الله بطل استعباط. بطل استعباط. بطل استعباط. تعالى يا ابن الكئيب. بتشوي بتشوي الاوضه. انت يالا مين اللي خلاك تديني كرتونه مضروبه؟ اه والله ما حصل يا عبد الله. هو انت عشان لبست هيتومه وخلاص يا عبد الله؟ يا ده انت قول الحقيقه وخليك تمشي، مش عامل فيك حاجه. حقيقه يا عبد الله انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده من اصله خالص. كذاب كذاب وباين على وشك انك كذاب. انت اللي كذبت النفس. انت هتعمله ايه؟ انت هتعمل ايه مجنون؟ اطلع في امي يا عبد الله وفلوسك ربنا يعوض عليك فيها. انت هتعمل ايه مجنون؟ ربنا بقى خلاص. هقول انت يا هقول انت عشان ما تقولها. هقول المعلم. المعلم عزام. عزام أنا كنت حاسس بالحنية اللي نزلت عليه. ماشي يا عزام الكلب. ماشي. ابني وراه فين يا عبد الله؟ يا كساب يا كساب يا كساب. عبد الله. أيوة أنا اللي عملتها، ومش هتقدر تثبت عليا أي حاجة. وزي ما ولعت في كروت الشحن، عندي استعداد أولع فيك ودلوقتي حالا. طول عمر عارف إنك نادل وبتكره الخير للناس. بس ما كنتش أعرف إنك راسك قوي كده. ايه ده يا عبد الله؟ بتهددنا نقف وسط رجالتي؟ يالا يالا انا ممكن ادفنك بالحلقه هنا ومحدش يعرف لك طريق جره. بس لو طب امك واخواتك انا هسيبك. روح روح لامك يا عبد الله. ماشي يا عزام ماشي. لو انت فاكر انك قصرتني دلوقتي وبتتحامى في رجالتك، فالايام دول يا عزام وهرجع لك. ايوه يا حبيبي الايام دول وارجع لي. بس والنبي والنبي يا شيخ ما تتأخر عليا. ارموه برا. ماشيين. اه يا صالح، نتكل على الله نشوف مكان كده نبدا فيه حياتنا. يلا اشوف وشك على خير. بس النبي لما توصل لمكان وتسكن في مكان جديد بعرفني العيون فيها، وانا بامر الله هجيلك. طب انا عايزك في حاجه مهمه. امرني يا حبيبي. انا عايزك تتابع لي عزام اول باول، وانا اعرفك العنوان ان شاء الله. مع السلامه يا حبيبي. سلام يا صالح. مع السلامه. سلام. أنا كنت عايش في الدرا وأزوني لأولاد الحالة يا منقياني للشقة تديني ضهرك ليه بقى بعد الهنا والزقزقة قلقاني سفرة على الشمال. تجارة على المكسب والخسارة، لكن اللي انت بتعمله ده يا ابني اسمه ربا. انت قد الحرب مع ربنا يا عبد الله. اللي امنت لهم حفروا
ده انا من الدنيا دي باخد درس، بس الدنيا اكيد غلطانه.